وبيقول مساحاتنا لليوم راح نكون فيها بعالم الطب وتحديدا مع الأدوية وعالم الصيدلة. دائما بنشوف في وصفات طبية بتكون موجودة أو أدوية بتحتويها بياخد الفرد بناء على الوصفات الطبية، وفي أدوية بتتاخد بدون وصفات طبية. كيف لازم نحن نتعامل مع الدواء، شو هي طريقة الحفظ، وشو الأدوية اللي ممكن نستغني عنها. كثير من هاي التفاصيل بيسعدنا نطرحها اليوم على الدكتور وائل الغواني، دكتورة في الصيدلة. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، الله يعطيكم العافية، الله يسلمكم، وإن شاء الله بتكون حلقة مفيدة للجميع ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. يعني عم نشوف كثير من الادويه صارت غير موجوده بالبلد، عم نشوف ادويه في يعني او خيارات ثانيه ممكن تكون بنفس التركيبات، ولكن اليوم المريض بيقول لك لا بدي اسم هذا الدواء. خلينا بالبدايه نحكي يعني قديش اليوم لازم يكون في ثقه بين الصيدلاني وبين المريض، ولازم يكون في تواصل بين الصيدلاني والطبيب ايضا لمعرفة شو موجود وشو يعني غير موجود. بالضبط، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. هلا أنا بالنسبة لي أول شيء رح أتعامل من وجهة نظر الدواء، من وجهة نظر المريض. كيف يحصل المريض على الدواء؟ يعني في عنا مصدرين للحصول على الدواء، هن الطبيب وهن الصيدلاني. بالنسبة للطبيب، هناك أدوية محددة لأمراض مزمنة مثل الضغط، مثل داء السكري، مثل الاضطرابات الهرمونية. هي حكما بدها تنعطى بوصفة طبية. هي يجب على يعني على المريض أن يتقيد باستعمالها تماما مثل ما وصفها الطبيب تماما. المصدر الثاني، في عنا اضطرابات شائعة يعني كل الناس بتعرفها، مثل الصداع، مثل الزكام، مثل أدوية البرد، مثل خافضات الحرارة إلى آخره. هي يمكن الحصول عليها بدون وصفة. هي تسمى أدوية الأوتيسي. هلا في كلتا الحالتين يجب على المريض أن يتقيد تماما بالوصفة أو بما يكتب له من تعليمات استخدام بالنسبة سواء كان المصدر طبيب أو صيدلاني. هلا الأسماء التجارية عندنا كثير، نحن المادة الفعالة أحيانا تتواجد بأكثر من اسم تجاري، يعني أمام الطبيب أو الصيدلاني أكثر من اسم تجاري لنفس المادة الدوائية. وأشهر مادة دوائية هي الباراسيتامول، متوافرة بأسماء تجارية. طبعا للطبيب او للصيدلاني وحتى للمريض الحريه في اختيار الاسم التجاري اللي بيشوفوه. طبعا كلنا عم نعيش هلا في ازمه دواء وازمه توافر المواد الاوليه، لكن الحمد لله يعني باعتقادي الشخصي السوق السوريه يعني غنيه بالشركات الدوائيه، وعندنا توافر لا باس فيه بالنسبه للمستحضرات الدوائيه. تمام دكتور، في بعض الأدوية بنشوف إلى آثار جانبية وبتختلف من شخص لآخر، اليوم كيف المريض لازم يتعامل مع هاي الآثار الجانبية؟ يعني تعرض أو ظهرت مرة واحدة عنده لازم يوقف الدواء، ولا لا يعني مرة أو مرتين هي بتكون حالة طبيعية؟ هلأ بالنسبة بس خليني أوضح مفهوم الآثار الجانبية للدواء. الآثار الجانبية هي الآثار الضارة للدواء، وهي لابد منها. يعني ما في دواء يخلو من الآثار الجانبية، من الباراسيتامول وإلى الأدوية النوعية. الآثار الجانبية بتكون عادة موثقة ضمن ملف الدواء يلي هو النشرة الدوائية. أولا مسؤولية المريض تجاه الآثار الجانبية، أولا إذا حدثت ما يشعر بالقلق. هلأ ما في مانع المريض يقرأ نشرة الدواء ويتنور بالآثار الجانبية تبعه، بس هذا مو مدعاة للخوف. أولا أنا عم بحكي قبل استعمال الدواء، هذا لا يبرر خوف بعض المرضى من استعمال الدواء. الآثار الجانبية تحدث عند نسبة قليلة من المرضى، واحد بالألف أو واحد بالعشرة آلاف، وأحيانا بعض الآثار الجانبية واحد بالمئة ألف. ثانيا إذا حدثت معه الآثار الجانبية شو لازم يتصرف المريض؟ هون يجب إعلان مصدر الوصفة سواء كان طبيب أو الصيدلاني عن الآثار الجانبية. إذا كانت محتملة أنا برأيي الشخصي أنه بده يكمل الدواء. إذا كانت غير محتملة الآثار الجانبية يعود أمر إقرار إكمال المعالجة بالدواء أو من عدمه إلى الطبيب أو الصيدلاني. ممكن نتغلب على الآثار أو نتعامل مع الآثار الجانبية بتغيير الدواء، بتخفيف الجرعة، بتغيير نمط أحيانا حياة المريض. يعني مثلا بعض الآثار الجانبية لأدوية داء السكري تسبب هبوط سكر الدم مع دوخة، فممكن الدواء ما نغيره ونطلب من المريض انه يغير نمط حياته، يعني ياخذها مثلا او يغير بعض عاداته الغذائيه، ياخذ خافض السكر قبل تناول طعام الفطور. في كلتا الحالات المريض
عندما يتعامل مع الآثار الجانبية بده يستشير مصدر الدواء مو من تلقاء نفسه. نعم، خلينا لكن نحكي عن تاريخ انتهاء الدواء. كثير من الصيادلة بيقولوا يلا معكم 6 شهور في أدوية، معلش بتتحمل 6 شهور، وفي أدوية ممكن تكون سامة أو ما بقى تعطي مفعول مثل قبل. خلينا نحكي شو هي الأنواع يلي ممكن نحن نضل عم نستخدمها، ولكن دائما بدنا نقول بدون اجتهادات شخصية، يعني يا إشراف صيدلاني يا إشراف طبيب. والله تاريخ انتهاء الصلاحية الإكسبيري تبع الدواء يعني هو مبني على دراسات نظرية في المختبر، انه هالمادة الفعالة الموجودة ضمن الدواء ضمن الشكل الصيدلاني شراب او كبسول او تابلت هي موجودة بناء على دراسات نظرية. انا برأيي الشخصي ان يتم التعامل ضمن فترة صلاحية الدواء هذا افضل. على بعض الادوية اثبتت فعالية حتى بعد انتهاء فعاليتها ب6 شهور لكن لا ينصح فيها. ليش؟ شو السبب؟ مثلا انا عم باخذ دواء نوعي خافض للضغط واستعملته بعد انتهاء صلاحيته، طيب انا عم ببني الاستجابه العلاجيه تبع تخفيض الضغط بناء على الجرعه اللي عم بتناولها، طيب بركي خلصت فعاليته فعلا بعد هالانتهاء هذا. انا فلا ينصح ابدا باستعمال الدواء بعد انتهاء فتره صلاحيته. هي بالنسبه للصلاح اي دواء يفضل اي دواء. طيب دكتور، كثير بنسمع عن عباره انه مسؤوليه المريض تجاه الدواء، شو بنقصد فيها لهي العباره؟ انا الدواء طالما موصوف لي فانا مسؤول، صار ضمن حيازتي وصار ضمن مسؤوليتي. للاسف الشديد مثل ما عم لاحظ حالات كثير وحالات فعلا يعني صايره واقعيه، هذا الدواء اللي انا استعملته ما لازم اعطيه لغيري بغض النظر. يعني انا استعملت دواء مضاد للقرحه الهضميه، شخص اخر مثل عمري ونفس وضعي ونفس الشكوى تبعي، ما لازم انا من تلقاء نفسي اعطيه له هذا الدواء معك قرحة هضمية تفضل استعمل هذا الدواء لاني انا استفدت عليه، اللي انا ناسبني بجوز ما يناسب غيري. دكتور بس هي ما فينا يعني نبطل هاي العادة انه انا استفدت على هذا الدواء انه انصح فيه، هي عادة اجتماعية لازم صحيح. يعني لازم يكون في وعي عند الطرفين. انا استفدت عليه فخذه. بعدين الاهم من ذلك ابعاد الادوية عن الاطفال، يعني هي كمان خاصة الشرابات يعني. نعم دكتور، خلينا كمان نركز على نقطة قطرات العيون، يعني هون لهلأ في لغط بين المرضى، قطرة العيون لقيمت مع مدة زمنية عن جد إذا فتحت قطرة العيون ما بقى فيك تستخدمها أكثر من أسبوع من 3 أيام، خلينا نحكي عن القطرات والنوه أكثر وليش فورا بتخلص مدتها. هلا القطرات كونه هي موجودة ضمن محلول ودائما العمر النصفي لأي مادة فعالة ضمن المحلول هو قصير مقارنة مع العمر النصفي أو فترة الفعالية ضمن شكل صيدلاني صلب أو حتى كبسول، يعني كل هاي الأشكال الصلبة الكبسول والمضغوطات. بالنسبة للأطرات بالذات إلى وضع خاص، الأطرة توضع مباشرة على العين، يعني بدها تكون بدرجة pH مناسبة حتى ما تعمل تخريش للعين، بدها تكون أيضا بدرجة درجة ملحية معادلة للتوتر كمان حتى ما تعمل تخريش للعين. فلذلك القطرة العينية بالذات لها وضع خاص، يعني مو بس المادة الفعالة، معامل الدواء بتتأكد من جودة المادة الفعالة وتركيزها، أيضا لها شروط من حيث درجة الحموضة ومعادلة التوتر. هلا الإكسبيري تبعها يعني مدة الصلاحية ضمن قبل ما نفتحها سنة أو سنة ونص أو سنتين، متى ما فتحناها العبوة خضعت يعني تعرضت بطريقة معينة إلى العوامل الخارجية، فلح تتغير درجة الحموضة تبعها، لح تتغير أيضا درجة معادلة التوتر تبعها، يعني تركيز الملح اللي فيها. لذلك بعد ما تنفتح القطرة العينية خلال شهر يجب أن تستعمل، في بعض الأنواع أقل من شهر متى ما انفتحت بغض النظر عن صلاحية المدونة على العقول، أي بالنسبة للقطرات العينية. نعم طيب دكتور، كمان في بعض الأدوية بناخدها أو بنطلبها من الصيدلية مثل المكملات الغذائية مثل الفيتامينات فيتامين دال، يمكن بلا ما يعني بدون استشارة دكتور نحن بنعاني من فترة معينة من نقص معين نرجع نحن لحالنا بنعيد هذا الكورس، التعامل مع هاي الأدوية ممكن يكون خطير ولا لا؟ والله إجمالا المكملات الغذائية والفيتامينات التعامل معها مو خطير مثل الأدوية النوعية، لكن أنا بنصح دائما يعني استشارة أخصائي. يعني هلأ في مكملات غذائية مسموح أعطاء بدون وصفة على شرط التقيد ضمن الجرعة تبعها،
لكن اذا في شخص عنده مشكله وشاعر انه هالمشكله مرتبطه بهالمكمل الغذائي اللي بده يستخدمه هو، يعني ما بتنحل مشكلته الا اذا استعمل، فانا بفضل استشاره الطبيب، خاصه ادويه فقر الدم وادويه الاعصاب يعني. بس اجمالا الفيتامينات يعني ضررها محدود. نعم، خلينا كمان نركز على نقطة أدوية الالتهاب. كثير من الأشخاص يعني بيطلب منهم الدكتور إنه ياخذوا كورس، هن بجوز من أول 3-4 حبوب يتحسنوا يفكروا حالهم طابوا. خلينا نحكي اليوم الأخطاء يلي ترتكب تجاه أدوية الالتهاب، ويمكن في كثير من الأشخاص عم بياخذوا جرعات بتحسسهم، بتعمل لهم تحسس، بيتحسسوا من دواء التهاب ومن الثاني لا. خلينا نحكي عن الجرعات لازم ياخذوها، الكورس لازم ناخذه كله ولا لا، وايضا خلينا يعني كيف بدنا نعرف جسمنا من اي نوع دواء التهاب يتحسس، وننوه الدكتور بهالشيء. اول شيء انا بس بدي صحح معلومه خاطئه يعني عند حتى عند بعض الصيادله، ادويه الالتهاب هي في الواقع تسميتها الدوائيه هي الصادات الحيويه، هي ادويه مضاده للجراثيم تعطى لمعالجه القضاء على العامل الممرض يلي عم يسبب لي انتان جرثومي معين في جسمي. اولا هي الادويه من حيث المبدا الاساسي لا تعطى بدون وصفه طبيه. عندي انواع من الجراثيم كثير وعندي انواع من الصادات، هناك تناسب بين النوع الصاد الحيوي ونوع الإصابة الجرثومية الموجودة. وإذا لاحظتوا هلأ معظم الأطباء قبل ما يعطي الدواء المضاد الحيوي اللي نسميه بين قوسين دواء الالتهاب بيعمل اختبار جرثومي ليحدد نوع الجرثوم الموجود لدى المريض والصاد الحيوي الأفضل له. هي بالنسبة لصرف الدواء. الصاد الحيوي يقضي على العامل الممرض على شرط التقيد بالجرعة، التقيد بفترة الاستعمال. للأسف كثير عم نشوف حالات المريض بيستعمل الصاد الحيوي يوم أو يومين أو ثلاثة بيلاقي حاله تحسن ظاهرياً بيوقفه. هاي المشكلة عم تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى البعيد. الجراثيم نفسها اللي تعرضت ليوم يعني تعرضت للصاد الحيوي يومين أو ثلاثة للأسف هي نفسها عم ترجع بقدرة أمراضية أكثر ومعالجتها أصعب عم تصير. فهون عم تطلع عنا زراري جرثومية مقاومة للصادات الحيوية ومعالجتها أصعب. بعدين المريض يعني شاف حاله تحسن يومين ثلاثة ظاهريا هو بالنسبة له تحسن، لكن الجرثوم العامل الممرض تم إيقاف نموه أو تم القضاء على معظمه بس لسه في عندي. فلذلك من الضروري جدا جدا التقيد بفترة الاستعمال الصاد الحيوي اللي هي بأغلب الصادات بين أسبوع لعشرة أيام. أنا هي بالنسبة لي أساسية وعم تعمل مشاكل كتير شو ما كان نوع الصاد الحيوي. ذلك بتلاقي ضمن يعني تعليمات الاستعمال مثلا بيكتبوا أسبوعين، يجب استعمال أسبوعين، تحسنت يومين ثلاثة هي تحسن ظاهري بس لسه أنت العامل الممرض ما انقضى عليه تماما، الجرثومة لم يتم القضاء عليها، الجراثيم تتكاثر بسرعة لأنه عشان هيك بنلاقي انتكاسة بعد فترة، بنلاقي انتكاسة بعد فترة وللأسف الإصابة نفسها بنفس النوع الجرثومي تعود أقوى لأنه الجراثيم من صفاتها صحية وحيدات خلية. يعني هون ممكن أخصائي علم الجراثيم يكون عندهم معلومات أكثر بيعرفوا أنه الجرثومة عندما تتعرض إلى الصاد الحيوي تطور أساليب الدفاع ضده، فبعد مرة تانية ما عاد تستجيب مثل أول مرة. فمن هون عم تطلع عنا سلالات جرثومية معندة على المعالجة. بالنسبة بس موضوع التحسس هذا موضوع مرتبط يعني من جانب آخر للدواء. أنا الدواء جسم غريب عفوت لجسمي، فأحياناً عند بعض الأشخاص بشكل ردة فعل تحسسية تجاهه، وأشهر ردات الفعل التحسسية تجاه الصادات هي تجاه البنسلينات. قد تكون ردة فعل تحسسية بسيطة وقد تكون شديدة، طبعاً مع كل حالة منتعامل لحالها. طيب دكتور، في أدوية بتنوصف أنه إلى توقيت زمني، يعني إن كل يوم لازم حبة، في حال مثلا كتير منشوفها المريض ما أخذ هي الحبة بهذا اليوم، كيف ممكن يتعامل مع ظرف الدواء يعني التعليمات أنه بتجاوز هذا اليوم ولا يعني بيرجع بياخذها عادي؟ والله حسب نوع الدواء، يعني بالنسبة للصاد الحيوي إذا ما أخذه اليوم أخذ ثاني يوم حبتين ما هيستفيد، يعني هون تضعف الاستجابة العلاجية. كمان الهرمونات للأسف موانع الحمل والأدوية الهرمونية عند السيدات كمان نسيان حبة بيزيد نسبة احتمال الفشل العلاجي. هلأ في بعض الأدوية ما في مشكلة، نسينا هاليوم ناخد حبة ثاني يوم ما منضاعف الجرعة، خطأ.
خطا شائع عند الناس انه هالحبه اللي ما اخذناها اليوم ناخذها بكره مع الحبه تبع اليوم. طب اذا ما اخذنا بعرض المريض الى مضاعفه الجرعه. عفوا اذا ما اخذناها بموعدها يعني نشوف ادويه بتنوصف مثلا على الريق او بعد الاكل او قبل الاكل، اذا خربطنا بهي المواعيد ممكن يكون لها اثر. طبعا الادويه التي بتعطى قبل الطعام يجب اعطاها قبل الطعام. ليش؟ لانه دارسين نحن الحرائق تبعها وشايفين انه الامتصاص الاعظمي بيكون قبل الاكل بساعتين، فاخذ بعض الطعام اما ان يعرضها الى التخريب بعصاره المعده اللي انفرزت مع الطعام، او ان يؤخر امتصاصها، او ان يؤثر على الكميه الممتصه. نعم. انا الدواء عم باخذه بالنهايه حتى يتم امتصاصه. نعم دكتور، بالختام خلينا نحكي كمان بما انه هيك ذكرنا الادويه الغده والادويه الهرمونيه، في نسب لازم تتاخذ وما كثير متوفره، يعني مثلا دواء الغده عيار لازم ناخذ 25 ما متوفر بالسوق غير 50. قص الدواء اكيد ما رح يكون بيرفكت يعني على الليبرا، ولكن قديش له اثار سلبيه وقديش هو ممكن يمشي حال بما انه ما في عيار اخف؟ هلا بتقصدي تكسير المضغوطة؟ كسر ال اذا كانت الشركة الصانعة تسمح بتكسير المضغوطة فلا بأس، لكن شو اللي بصير؟ احيانا المضغوطة بتكون ملبسة، ملبسة بمادة فيلمية معدة خصيصا لتحميها من عصارة المادة، فلا يسمح بتكسيرها لانه متى ما كسرتها عرضتها من الجوانب الى العصارة الهضمية وهون خربت المادة الفعالة. فإذا الشركة الصانعة وعاملة يعني حاطة ضمن التعليمات إنه يمكن تكسيرها يمكن تكسيرها. أنا عم بحكي على آثارها لدى المريض إذا ممكن تكسيرها. إذا ممكن تكسيرها أخذ الجرعة، أنا بيهمني المريض يأخذ الجرعة. الجرعة يعني جرعته 50 وجاب 100 ملي جرام وكسرها أخذ 50 ما في مشكلة. إذا كان مسموح تكسيرها. بتكون كسرة. بتكون محطوط غالبا الشركة حاطة علامة إنه يمكن تكسيرها وكاتبة ضمن التعليمات. طيب دكتور قبل ما نختم مع حضرتك هيك نصائح سريعه بتحب تقدمها بما يخص موضوع الادويه او حفظها او حتى طريقه تناولها؟ تمام. اولا يجب الانتباه لتعليمات استخدام الدواء طريقه تناوله. بشكل عام الادويه تؤخذ مع الماء فقط، ليس مع العصائر، لا مع الشاي لا مع القهوه، مع الماء حصرا. الادويه اللي لازم تنحفظ بالبراد مثل ادويه شربات الالتهاب الجافة، شربات المضادات الحيوية، بعد حلها بدها تنحفظ بالبراد لمدة مثلا أسبوع أو 10 أيام. الدواء يلي معد الاستخدام لدى شخص ما لازم يتم تداوله لدى أكثر من شخص، ما بتعرف شو عنده وضع صحي هو. الأدوية تحفظ بعيدا عن تناول الأطفال. يجب على المريض عدم إيقاف استعمال الدواء أو عدم تجاوز فترة الاستعمال دون العودة إلى الأخصائي اللي أعطاها سواء طبيب أو صيدلاني. كما نقطة مهمة جدا، يجب على المريض بشكل عام وقت بياخذ دواء من طبيب أو صيدلاني إن حكما رح يسألوه شو معك أمراض، شو عم تاخذ أدوية، يجب إخبارهم حتى لو صار سهو منهم، إخبارهم عن الأمراض المزمنة اللي أنا بعاني منها حتى ما يصير يعني الدواء يفاقمها، ويجب إخبارهم أيضا عن الأدوية المزمنة اللي أنا عم باخذها. هي شغلة أساسية ودائما لازم تكون بالبال. أكيد بدنا نتمنى الوعي أكثر والسلامة لكل المرضى. شكرا كثير لك. عفو، شكرا لكم وإن شاء الله بالسلامة والعافية للجميع. الله يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتور.